كبيدات اليوم فيديو جديد، ولكن قبل ما نبداو فيديو عافاكم عافاكم واحد السيد عزيز عليا بزاف 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 مريض، بغيتكم تدعوا لي معاه بالشفاء. عافاكم 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 صراحه ما عنديش الخاطر ندير فيديوهات، ولكن كنت وعدتكم مي عافاكم دعوا لي معاه بالشفاء العاجل يا ربي. اي واحد شاف هذا الفيديو غيخلو واحد الدعاء ان شاء الله، واخا ما كانش مي بغيتوش تكتبوا كومونتير ما تكتبوهمش، مي يقولوها بينكم وبين راسكم، الله يجيب له الشفاء ان شاء الله يا ربي يا الحبيب. يلا نخليكم تكملوا الفيديو. صباح الخير صباح النور صبحتوا صافا لاباس عليكم، نتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا صبحتوا مزيان. ايوا كيف شنو قلتوا لي نتوما في الفيديو اللي درت لكم على الريجيم؟ قلتوا لي حياة عافاك شاركي معنا الوجبات، قلت اجي هذا النهار غنشارك معكم من ا تل زد شنو كناكل. المهم بزاف اللي قالوا لي حياة عافاك ديري لنا اون جورني في لاسيات ديالك اشنو كتاكلي. الوغ فقت صراحه كنت باغي ندير هذا الشيء قبل، ولكن فقت غسلت المعنات اللي كانوا عندي، كانت عندي شويه خليت الصوالح نتاع العشاء راكو عارفين، شي خطات الواحد كيقدر شي خطات كيخليهم، ديكو غسلت الصوالح عاد قلت اجي باش تخوالي الكوزينه باش تخوالي الكوزينه باش نقدر ندير معاكم. الوغ عندي هنا واحد الكاس، عندي بودور الشيا، ندير واحد المغرفه كبيره ديال بودور الشيا، نديرها في الماء المهم كما كتشوفوا مغرفه هكا كبيره، وغنزيد عليها الماء فوالا هكا، والسر ديالها باش ما تعبز لكمش هي تبقاو تخلطوا 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 تخلطوا، واخا انا عمرت الكاس بزاف مي تبقاو تخلطوها باش ما دير لكمش كتل، باش تبقى كل وحده منفصله على على بعضها. غنخلطوا واحد الشويه او غادي نخليوها ترتاح على الاقل واحد نص ساعه. البنات ما تقدروش تشربوها هكا حيت الله يستر قال لك سي خطر على الريه، مثلا غتشربيها هكا حبوب مازال ما تنفخوش غتقدر تنفخ لك في البلاصه ديال الريه الله يستر وتسبب لك شي مشكل كبير، على الاقل خاصها ترتاح واحد نص ساعه عاد تقدروا تشربوها. انا كنزيد عليها السيترون، انا غنعصر عليها شويه سيترون. شوفوا هنايا عندي سيترون غسلها، او غنعصر واحد شويه عليها نبدا بحال هكا ونعصرو سيترون مزيان. وي مون امو تعرفوا مقبله، وانا نقول خصني نصور لكم هاد اللقطه باش نشرب البخو هذا اللي درت حبوب الشيا يا اختي، واش خلاوني ولادي هاو بابا الا غير بابا غوكارد مقبله، وانا كنقول لهم ها ديروا هاد ها هو جا هنا ليام فالا باي لي لا بابا لي لا غوكارد اون غاراج كنقولي لي حياه تصور اللي عندها الدراري عارفه شنو هو التصوار مع الدراري. تعرفوا مقبله وهي وقلت لها ليام بالك يخليني غنصور، قالت لك نو شاد قلت لي ايه هاتو كتشوف فيا يا جيني شا مقبلت الكاميرا. المهم درت الغدا لفؤاد تعرفوا والله حتى كان حير ما كنعرفش ندير للدراري وفؤاد، المهم درت لهم غير مقيله درت قريعه فليفله مطيشه وزدت عليها البيض وفروماج من الفوق صراحه نوريها لكم. المهم والله حتى كنتلف والله حتى كنتلف كتلفي اش غطيبي للغدا اش غطيبي للعشاء، وعاد الكوتي صافي شختات كندير شختات كنعطي لهم غير دي كاطو ولا شي حاجه ولا فؤاد ولا ليام عزيز عليه هكايا الخبز مع الفرماج ولا شي حاجه صافي كنتهنى. ها هو بابا جا الينا يعني. دابا نشربوا هذه حبوب الشيا ديالنا اللي درتو. شوف بابا ها هو جاي بابا ماشي يمشي بعاد ليه. المهم نحاول في هذا النهار نشارك معكم داكشي اللي لقيت عليه انا باش قدرت انني نقص الوزن. يلا بسم الله هادي كتشربوها قبل ما تاكلوا كتشبعكم حيت معمره بالالياف. نعاود لكم داكشي اللي قريت عليها فهمتوا. اوغارد بابا لي لا هو وليان اوغارد اي فون رونتري فريمون مجهده باش تشربيها صراحه ماشي سهله مي اما مرحبا
قال لي لا بابا ديروا غير الحمض والقرفه مع المدافي. بابا بلع لا بورت على ليام. اوكي. او لا لا تي تريست. اوه تي بلور. انا بلور ليام. Il pleure Liam. Oui. Il est triste. Oui. Il est pas content. Bon, je me semaine pas, je me semaine Liam. Oh là là, خلاو Liam بوحدو. Oh, قول لهم كوكو تاتا. كوكو تاتا. ديلها فيا ما شافتش يدك دي. كوكو. كوكو. قولها انا انا اسمي اسمي ليام. ليام. لوني يلا خمج هاد اختي قلت لكم ما كانش عندكم حبوب الشيا ديروا غير هذا القرفه مع الحامض والمدافي تبقاو تشربوه واحد نص ساعه قبل ما تفطروا. نوريكم اشنو طيبت لهم المقيله سهله مهله. ها هي مقيله يا سلام والله الا كتشهي تعرفوا بينا بنينه كتشهي بنينه. وهنا درت البيض مسلوق حيت ديما ولادي كياكلوا معايا دوك درت اربعه صافي راه مسلوقه في سنقلحهم. نو ماشي انا درتو مازال هذا راه بالقمح تختين معجبكش ايوا حيت باسل هذا بالبلي كومبلي الفرماج نو هذه غنوريه لكم باش تاخذوه من كسميتو من ليدل هو وهذا صراحه واعرين هذا تاع هذا بالشوفان وهذا راه بالبلي كومبلي بلس النخاله شوفوا النخاله كي دايره او فريمون مسوس ورقيق هذا هو باش غنفطر ان شاء الله غنشاركو معكم غنحط لهم يتغداو وباش نوجد انا عاد الفطور ديالي وليت فات شوفوا كنت كنفطر مع ديك العشرة بحال هكاك الحداش اكتشفت انني من كنفطر مع ديك العشرة الحداش من كنجي فؤاد الغدا مع ديك الاثناش ونص كنحط له الماكلة كنشوف ديك الماكلة كيجيني الجوع كنقب نقب ضروري كنقب شي حاجة دوك كتضيعي داك الصيام ديالك اللي درتيه داك الصيام متقطع. قلت هاد المره غنبقى نفطر في الموم هو فاش يتغدى باش هكا ما نشوفش الماكله قدامي محطوطه فهمتوني دابا هو غنحطلو يتغدى وانا ومام طون غنوجد الفطور ديالي باش هكا نتغداو ومام طون يعني انا نفطر وهو يتغدى وهكا ما نتشهاش نكون يلاه كناكل حتى انا انتيليجنت. غنحطلو الماكله وهاد المقيله او هنا واحد الخبيزه سخونه الله الله برافو ليلي. المهم هنا كنوجد الفطور ديالي خديت واحد الطوست هذا نتاع البلي كومبلي بالنخاله شوفوا شحال رقيوب وخديت هذا بالشوفان وفيه الزرارع الو ها هما هذا راهم في ليدل البنات هذا خطير هذا خذوه بعينكم مغمضين داير شي انو 45 راه في ليدل ديروا السكرين واعر واعر شنو هو واعر وهذه الماركة اصلا هي لا مارك نتاع هيلتي زعما شتو يلا ديروا ريشون فيبر على فارين كومبليت وهذا ها هو هذا بيو هذا شويه غالي داير شي قولوا قرب شي يمكن شي 3 اورو الا بقيت عاقله 2 اورو شي حاجه وما فيهش بزاف فيه شي 8 ها هو فيه 8. المهم ديروا لهم السكرين راهم في ليدل. هنايا خديت 2 البيضات عندي فرماج الا كان عندكم هذاك لو بيتي لو كاري فري عرفتوه
هذاك راه كان عندي البارح، كان اخر وحده كملتها البارح صراحه زوين بزاف هذاك فريمون ناتشور. المهم غندير معاهم شويه د الفرماج وواحد المليحه وغادي ندير بهم واحد الطاختين لهادو. راه من بعد ما رجعتو بحال هكا يا الكوماد شفتو تسمع واحد الكثر هاد الملحه فوالا بحال هكا. نحاول انني ندير بهم هاد الطوست ديالي. اون اكسيون صراحه ما عرفتش كيفاش داير، اول مره ندوقو شيء مكتوب ونتاع القرفه والقرنفل والحامض هذاك الشيء خديتو، قلت بيتات غيكون كيعاون في هذا باش نقصي الوزن. انا قال لك الناس اللي عندهم ايبرتونسيون خصهم ما يشربوش بزاف. المهم نحلوه. سي هادوك اللي كيكونوا بحال هكا، انا كنتظر يكون بحال هادوك اللي كنشري من ليدل، داير بحال هكا دوك الصاشيات بحال هكا. انا كنظن انه غيعاون في نقص الوزن حيت فيه كلشي دوك المواد الصراحه اللي كتعاون في باش تنقصي الوزن. ها هو هذا، ديروا له كابتور دو كرون الا بغيتوه، راه في اكسيون عندهم بزاف نتاع الانواع نتاع الشاي صراحه. الا عجبني غنمشي ناخذ منه ستوك نديه معايا للمغرب. او ها هما دوك لي طافتين كيجاو، شوف شحال جاو كيجيو كيشهيو فنين. استوكم خيار فوالا الله. دابا نقصو نفطرو باش نكونو واضحين البنات، نقصان الوزن ماشي شي حاجه سهله، والله ما حاجه سهله باش نكونو نيشان. هي خاصك العزيمه، خاصك الاراده، خاصك تقولي مع راسك عندي واحد لوبجيكتيف خاصني نوصل له. سينو راه انا دابا طالع في شهرين دابا باش بديت، كتوصل واحد السيمانه مثلا نقدر نقولوا هذه دابا واحد جوج سيمانات بحال فشلت شويه، هي ما زدتش الوزن ولكن نقصت قليل فريمون قليل، بحال بقيت محافظه غير على الوزن اللي كنت وصلت ليه حيت بحال بديت كنفشل. ماشي مشكل كنعياو، عاود تا خصنا عاود نرجعو هاد الشيء نتاع الموتيفاسيون. خاصك واحد النفس يكون طويل، نفس طويل طويل طويل، حيت انا دابا ديجا فت من هاد المرحله، ديجا درت الريجيم وديجا فريمون لقيت عليه نتيجه وصراحه، ولكن صراحه كرشي رجع طبلات. عرفتو راه كنت شفت التصاور ديال الفيديوهات ديالي القدام، وعاد كانوا عندي تصاورات ما عرفتش بقى ما بقاوش عندي حتى شي حاجه تصاور. فؤاد صراحه كيحافظ على التصاور، انا ما عنديش كاع تصاور، كنت فريمون سفود عفوا سفود سفود طايلا سفود. اي كنت كندير الرياضه بزاف بزاف بزاف، ما عرفتش دابا واش شرفت حيت داك الله شوش كنت بديت ديك الوقيته كانت عندي ديك 24 بحال هكا كيفاش كنت درت داك الريجيم وداكشي، كان عندي 24 23 24 دروك عندي 31 كنقول واش الشرف، حيت فريمون حتى الشرف كيلعب دور وحتى الولاده كتلعب دور، كتلعب دور خاصك بحال داكشي الا درتو انا مثلا في 6 شهور ديك الوقيته نقصت 45 كيلو، يمكن باش نقص دابا 45 كيلو خاصني يمكن عام، فهمتوا يعني كتزياد وكتصعب، ما حد كتكبري في اللاج وما حد كتصعب انك ديري الريجيم، يعني ما تفقدوش الامل شويه ستيب باي ستيب درجه بدرجه الواحد غادي يوصل. وما تصنتوش للناس، ما تصنتوش للناس اللي يقولك اه ما تعرفتيش اه لا كذا مازال غليظه، ما تصنتي حتى لواحد، صنتي لمخك. يا كتشوفي الميزان ديالك وكتشوفي راسك صافي. بسم الله. بجد بسم الله. واعي شحال ما قدرتو تجبدو الفطور،
بشحال ما كان احسن. مثلا دابا انا كنفطر راه دابا نقولوا الوحده قل 20 بحال هكاك نتحمل بالفطور بحال ما مزيان بشحال. Tu veux Maggie? C'est bien. Ok. Ouais. Je t'ai oublié hein, parce que je vais te faire. Mais clair oui. فوات كيجي هنا بالشوكولا هادو معاكم باليستو اللي وريتكم داك النهار ورا موجود هنا جاب واعر واعر نتاع عيلك بغيت نقاو ساكن معاك خبركم الا قلت لكم غير هذيك الطوصه الاولى شبعاتني صوتو ما يشرب ديك الشيه ولا العادي المغي هاديك شبعتني اولا رجعت لقيت معاكم اللي خليتكم من قبيله مع الوحده ياكو ديك الوحده بحال هكاك فقط مشيت رجعت طيبت لولادي الماكله لعبت معاهم شويه دابا درتهم في الكراسه ديالهم كيلعبوا درتهم ديك لاباطا مودي ديك العجينه فاش كيلعبوا خليتهم يلعبوا قلت نستغل الفرصه ما حدهم راهم جالسين ساقرين باش نجي ندير شويه الرياضه ديالي الا عقلتوا تعرفوا هاد القميص راه كانت كتجيني فريمون مي دابا الحمد لله شوفوا شحال واسعه وهادي وليت كنفضل انني ندير بها الرياضه حيت مستوره وطويله واخا هي راه ماشي نتاع الرياضه مي وليت كنفضل انني ندير بها الرياضه بحيث هكا كتجيني مستوره. هاد السروال كنخديتو من الصيغه المحل اللي كنت خدامه فيه كنخدم اي كنخديتو ناري خديتو في لي سول خديتو غير بشي 5 اورو تعرفوا واعر 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 الرياضه. المهم دروك غندير شويه الحركات شويه السبور غير واحد شويه نتحركو. المهم ابخي غنحيد الكاميرا وغنحيد عليا هاد الفرانة ونحيد عليا هاد القميجة باش نتريني على خاطري انا دابا باغية نشجعكم انا نقول لكم زعما واش مولي سوا تبعوا في الريجيم ديالكم الى بغيتو تضعفوا ضروري من الرياضة. الرياضة شيء مهم جدا. انا صراحة ما كنتش كنديرها دائما وندمت دابا تقولوا قريب شهرين دابا باش بديت الريجيم اي ما تبعتش الرياضة مزيان كنقول لو كان تبعت الرياضه كنت غنقدر نضعف اكثر واكثر. المهم الميت خساره كما يقولوا مي كنقول لكم دابا نتوما الا كنتو باغيين انكم ديروا ان شاء الله الريجيم تبعوا معاه الرياضه فريمون كتعاون كتجمع العضله اللحم ديالك كيتجمع واخا تقولي لي فيك مثلا 90 ولا كاع 95 ولا نقول لك سي امبوسيبل راه الماكسيموم يكون فيك واحد 75 حيت العضله كتجمع ما كتبقاش مرخيه. دابا واخا كيديروا كاين اللي كيدير ريجيم وما كيديرش الرياضه ما كيبانش فيه الفرق بزاف وكيبانوا فيه ترهلات وكيبانوا فهمتوني شنو كنقول لكم ديك اللهم شويه ديال الرياضه صافي غنبقاو نلبزوا بحال هكايا واحد شويه. واحد البنت قالت لي علاش ما تبع مع ساره بوب فيت. صراحه كنت كنتبع معها واحد المده كل نهار كنت كندير واحد 20 دقيقه معاها صراحه إيه. شخص كندير شخص ما كنديرش باش نكونوا واضحين كون واضحه معاكم ومشي تحت التسخينات تعرفوا الا قلت لكم دابا هذه شي سيمانه ما درتش الرياضه كنحس بصحتي ما هياش انا ما عنديش الوسطيه والاعتدال عندي يا اما ندير بزاف يا اما ندير قليل طبيعه فيا ما عرفتش علاش دوك غنحاول نبقى نخدم على هاد القضيه الوسطية والاعتدال. ثاني حاجه بغيت نقول لك ان القفز كينقص بزاف نتاع لي كيلو وعن تجربه. كان واحد الاستاذ نتاعي نتاع الفرنسيه كان يقراني في سيزيام ولا الباك
وبنت كوستو. لكن نقول ليه خاص بخصيت بدي يدير الريجيم، دير الريجيم وكذا، كان عزيز عليا مسكين. قال لي شوفي راه كاين واحد القضيه زوينه بزاف هي الحبل. قال لي شيل الحبل وطلع للصح، وبقى ينقز 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 ينقز. وصافي والله الا تبعتها في الريجيم ديالي الاول وصامارش تري تري بيان. ومؤخرا ولاو كيطلعوا لي بزاف في اليوتيوب وفي التيك توك في الانستغرام على اهميه القفز، وانا دابا ما عنديش هذاك باش كنقفز، كنبقى ندير بحال رجلين خاصك سكوات، خاصك فريمون تلعبي سكوات بزاف، خاصك غير هاد القضيه هكا هكا اوب بحال هكا، تدي التوازن كسي واحد شويه اوب اوب. اوه صعيبه شدي التوازن. خاصك فريمون تشدي التوازن ديالك، تبقاي واقفة على واحد الرجل بحال هكا وتصبري واحد شوية. حسنت لي الرجل، توقفي عاوتاني على واحد الرجل وتشدي التوازن. وتعاود الحبل 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 زوين بزاف. بون غنخليكم على هنا، غادي نعاود نتريني شويه، غنحيد الفرانه باسكو سخنت بالفرانه، ونعاود نتلاقاو في الكوزينه نوجدوا الغداء والعشاء ديالنا مجموعين. الوغ دابا البنات جيت باش نوجد لاصالاد ديالي. عندي هنا شويه الخس، عندي مطيشه هذه كتجي زوينه في لاصالاد، هذا الخيار كيعجبني، هذا القروم ولا كيقولوا له هكا، يعجبني هذا احسن بالخيار. عندي بيضه مسلوقه، الحامض فاش ما غنديرش الخل غندير الحامض، وعندي الطون. صافي غنصايب هادشي كامل ونعاود نتلاقى معكم. ايوا هادي هي لاصالاد ديالي، يم يم. وهنا كنخدم لكم في المونتاج وناكل لاصالاد ديالي. صافي البنات هادي هي لاصالاد ديالي كيف ما وريتكم، انا كلها تبارك الله فيها بزاف طون. عرفتش شكون يشدوني حلاقم، مي كيوجعوني. بسم الله ناكل شي ندوش، من بعد ندير العشاء لوليداتي. بون غنكمل انا لاصالاد ديالي ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. الى عجبكم بحال هاد لي فيديو ما تنساوش تخليهم في كومونتير، ندير لكم فيديوهات وحدين اخرين ان شاء الله على روتين نتاع انقاص الوزن باش هكا نشجعوا بعضياتنا. كيف ما قلت لكم حتى انا كيجيو كيطيح لي المورال وما كنقدرش نزيد، كنحبس عاود موتيفاسيون كتجي بشويه بشويه. ندير لكم بيزوات كبار، نقول لكم تهلاو فراسكم، تلاقاو فين فوقاش فيديو زين ان شاء الله.